قول لي ابدا هذاك الوزير ديالك ديال العدل واش ما تعرفش تسكتوا واحد شويه؟ واش غير غادي من بيتيز لبيتيز؟ هذاك بعدا شكون هو هذاك؟ هذاك واش سياسي هذاك؟ هذاك السيد ما كانش المغرب يعرفوه كاع. هذاك واحد النهار كان غيجي مزوار يتحاور معايا، ما بغاش يجي، هزوه بالطياره وجابوه من اكادير لعندي حتى لوطيل سوفيتا اللي يتحاور معايا. عاد عرفوا المغاربه شكون هو هذا الوالد. غادي ينكر هذا الشيء؟ وهذاك الحزب ديالو حزب، هذاك حزب ديال التحكم، دار باش يتحكم في الرقاب ديال المغاربه، وكان كيمثل في الراي ديالي انا خطر على المغرب وعلى الدوله المغربيه. انا راني شي شويه ساذج، ما فرنسيش بلي راه الله علم شكون وجد، حتى الشعب المغربي تقبلوا نسبيا، ومن بعد ما ولا امين عام ما عمره ما حط رجلو في الدار الا الان، وهما كيتسنى الموت باش يجي يعز فيا. هادشي باش ما كاين، بغا يجي مرحبا به، انا كنرحبو به من دابا، سو غادي تسنى ملك الموت ما يجيش قبل. انا باغي نقول لهاد السيد وزير العدل، واش في هاد الوقت ديال حز مز، انت نايض تجي تقول لينا بغيتي شرعا العلاقات الرضائيه؟ غير قولوا لي دابا بعدا في السياسه، لا بغى الانسان يتكلم على بحال هادشي، كيتسنى تيقولوا الناس واكلين وشاربين وناشطين، شاربين بالسلام وناشطين والشيخات واش انت الناس كان الناس مشغولين مع مطيشه والبصله والزيت وتا القصور المعدنوس، واش تا هو زادوا فيه؟ حول ولا قوة الا بالله. البطاطا في هذا الوقت هذا جاي كتكلم على العلاقات الرضائيه، يعني كتكلم على الزنا، يعني كتكلم على الفساد. واش دابا وبين عشية وضحاها وليتي فقيه وليتي كتستدل لينا بالدولة العثمانية؟ اش غتقول لله سبحانه وتعالى؟ اش غتقول للمسلمين؟ غنغيروا هذا القرآن؟ بغيتوا نغيروه؟ جيبوا شي مرسوم غيروا لنا القرآن، غيروا لنا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جيب لنا القرآن آخر قول لنا فيه الزانية والزاني والزاني يجلدهما 100 جلدة، والزانية يجلدهما بلا واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله. القانون المغربي ما تيمنعش ما يسمى بالعلاقات الرضائية، وشحال ديال العلاقات ما يسمى الرضائية خدامة، ولكن القانون المغربي ملي تيكون نزاع في الموضوع كيتدخل بالسلطة. والسي وهبي راه إلا مشيتي حتى دوزتي داك القانون ديالك راه الناس غيبداو يديروا شرع يديهم، الرجال العيالات اللي بعقلوا تكونوا مثقفين ولا ما تكونوش مثقفين، ولا تكونوا حداثيين ولا ما تكونوش حداثيين، ولا تكونوا متدينين ولا ما تكونوش متدينين. الدولة تحول دون الإجرام الآن، الإجرام لأنه الزوج اللي غيلقى مراته مع واحد آخر في ذاك الوقت إلا مشى تداز هذا القانون ما غيقدرش يمشي عند وكيل الملك، وما يقدرش يقول له صيف ليا البوليس، غيقول له بيناتكم ما عجبتكش سير طلقها، غيصبر حتى يمشي يطلقها ويدير هو وياها الطلاق للشقاق، إلا ما قتلهاش هو وصاحبها الله اللي غني، ولا إلا ما قتلوش صاحبها ولا إلا ما قتلتوش هي هما بجوج. واش ما كتشوفش فرنسا الدولة المتقدمة المثقفة الباكور الهندي كيموتوا فيها رسميا 130 مرة في العام بسبب الخيانة الزوجية أو خيانة العلاقات الجنسية بينها، وهذه غير المسائل المعروفة ماشي اللي ماشي معروفة، فضلا عن أن هذا لم يقل به فقيه في العالم كله أنه نجيو ونبيح العلاقات. هذا هو اللي بقى في المغرب. المغاربة العرب شحال هذه المغاربة قالوا اش خصك العريان؟ قالوا الخاتمه مولاي. دابا هذا قال له اش خصك العريان؟ قال له الفساد مولاي. معقول هذا الكلام؟ شنو بغيتي ديروا بهذ البلاد ديالنا؟ قول لنا بصراحه، انا ما كنآمنش بهذا الشيء اللي في القران ديالكم. قول لنا بصراحه، انا انسان حداثي
كنتبع داكشي اللي تيقولوا لي المنظمات الدوليه والحركات النسوانيه والناس اللي كيحاسبوا ديك الساعات ما غنتفقوش معاك وغنحترمو، ولكن دابا ما كنحترموش اسمح لي. ومشيتي يا الله مات يا الله، مشيتي كتقول خاص المراه والراجل يبداو يورثوا بجوج، كلفك شي واحد، كلفوك العيالات، العيالات قولوا لي بغيتي تورثوا بالدرجاكم، بغيتي تاخذوا حقكم الحق اللي ما عطاهالكمش الله، الله هو اللي فرق وعطى للراجل جوج ديال الحقوق وعطى للمراه حق باش يبقى خوك خوك، يبقى خوك خوك ويحن عليك. وباش واحد القضيه ما انتبهتوش ليها العيالات، سوق دابا لان العيالات راه حتى هما ها غضوا البال، ما تكونوش مودينا، لان ديك الساعات الا تساوينا علاش غنبقى انا كنصرف على الدار بوحدي؟ صافي غنمشي عند نبيله نقول لها شوف انت النص ولا النص، دابا لا انا اللي كنصرف وهي فلوسها عندها بركتها كدير لهم اللي بغات، فهمتيني ولا لا؟ ديك الساعات ماشي قال لك اسيدي الراجل الى مات المراه تاخذ النص ديال داك الشيء اللي خلاه، دابا الى مات الراجل المراه كتدي الثمن الى كانوا عنده الاولاد وكتدي الربع الى ما كانوش عنده الاولاد، ولا تفرقات معاه على حساب السي وهبي خصها تاخذ النص. شكون هاد المراه اللي غتلقى مع الراجل حتى يموت؟ واش كتفهموني ولا ما كتفهمونيش؟ دابا هذا كيدير لنا البهلوانيات، غادي يخرب البيوت ديالكم ها العيالات، هذا كنقولها لكم، راه الرجال عفاريت، انتوما اللي غتخلصوا، انتوما اللي كتبقاو متحملين الاولاد، انتوما خاص الراجل يبقى معاك في الدار وتحسني ليه حتى يموت هو ولا تموتي انتيا، وديك الساعات اللي عطاه الله شي حاجه ياخذها. هذا دابا حنا اللي مزوجين، وهذوك اللي باقيين ما غيتزوجوش غيديروا؟ ما تلاوش باغيين يتزوجوا، ما تلاوش باغيين يتزوجوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.